دعا وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيد عبد الأحد الفاسي الفهري إلى إرساء دبلوماسية بين المدن في إطار تعاون إفريقي لا ممركز خلال ورشة حول التخطيط الحضري والتنمية الترابية آفاق وفرص المدن الإفريقية في إطار قمة أفخ ستة بمراكش. الورشة ناقشت موضوع التخطيط والتنمية الترابية بإفريقيا وسبل النهوض بالتعاون جنوب جنوب. Parmi les thèmes principaux de ces rencontres d'Africities. التنمية الترابية المندمجة وتنمية المدن من بين التيمات الهامة بقمة أفخي ستة بمراكش والتي تمثل تحديا رئيسا بالنسبة للبلدان الإفريقية لا سيما مع الضغط الديموغرافي والهجرة القروية ومعدل التعمير الذي يرتقب أن يشهد ارتفاعا كبيرا بإفريقيا. Puisque le taux d'urbanisation va connaître une véritable explosion chez nous en Afrique. تخلل هذه الورشة تبادل وتقاسم للآراء والتجارب بين فيدرالية الوكالة الحضرية بالمغرب والمشاركين الأفارقة، حيث أكدت الفيدرالية أنها تضع تجربتها رهن إشارة المدن والحكومات المحلية الإفريقية. خلال هذا اللقاء ناقشنا التخطيط الحضري وآفاقه في المدن الإفريقية، وكان هدفنا تقاسم التجارب بين 30 وكالة حضرية منتمية للشبكة مع المشاركين الأفارقة، ووضع هذه التجربة رهن إشارة أشقائنا الأفارقة من أجل الانفتاح على المزيد من التجارب على الصعيد الدولي كما الوطني. خلال هذه الورشة تم التوقيع على اتفاقية شراكة في مجال التعاون اللامركز بين مدن مغربية ومدن إفريقية، كما تم توزيع جوائز على العديد من المسؤولين والمنتخبين المحليين الأفارقة والمغاربة.